طبعا هذا الفرع يتميز انه يحتوي على جميع المراكز اللي ممكن تساهم اليوم في تقديم الخدمة في مكان واحد. من ضمن هذا مثل ما انتم ملاحظين هذا مركز أصالة متواجد ايضا في الفرع، الفرع هذا موجود في مركز بيتنا، مركز سيارتي، وايضا الخدمات الاخرى اللي هي متواجده ايضا لخدمه العملاء مثل الفروع الاخرى. بس التميز اللي صار معنا هو تغيير الشكل الداخلي ايضا للفرع، تحديث الاجهزه. والشيء المتميز اللي يتميز في بنك مسقط طبعا واللي لازم نذكره ونفخر فيه هو ان جميع الموظفين الموجودين في هذا الفروع كلهم من الشباب العماني، وخاصه في منطقه مسقط وصلنا الحمد لله الى 474 موظف في جميع فروعنا وكلهم من الشباب العماني. هو بالنسبة لخطة التوسع طبعا بناء على التطور في النمو السكاني في كافة يعني ولاية السلطنة وكذلك التقدم التجاري والاقتصادي، كان لنا لابد أن نواكب هذا التقدم والتطور. لذا ارتأت الإدارة التنفيذية وركزت على انتشار الفروع وتطويرها بشكل كبير، ذلك من أجل التواجد بقرب زبائننا الكرام والإنصات إليهم ومعرفة متطلباتهم المصرفية والعمل على إيجاد حلول لها.